وهجان وحن قصوغنا هي حافظة إسلي جارهان جد كدر تورف إسكريت أو جوابها كان عسق يبيع مصر كووين أي سومالي دكتور هذا هاي جوي يا سعادة قصو نقي متأفر بريكدب مركي دل كان لجور سوقي نتيجة الدورة شلا بيع مصر في سومالي أو ربع إنت بدن فرن هل كان وحي عام كتها هاي كان عسق سومالي دا شوبينج مالو ووين وبيع مصر كل دوان أي سومالي دكوا هايستان أي هل كان لقي بيا وحي لجوانين عبد الرشيد ليرى هذا كم إذا كان عسق ترى جارهان صرف لا عبد الرشيد كورن بيع مصر كي إيه كان عسق مصر نقي بسم الله الرحمن الرحيم سيد أركتان مدة لقيتشو عادة تبين بريئة ودنكو حرا وحال لها سيدي أكون بالمرتب والنقرة ذكر عرسي بقى سكيت شفتي بنجيا دي لعت ولا جرب حي دكان مدي ولا ولا حد لي عروني ولا هو تحي لكن لقب الله بشري حارد واحد كسر نقطة سيدي عادي جاهد ساكت واحد أنا وأقول اللهم بنجي لعب بنكسر صارتي وانشتي دكان مدي واقر ورفيعين عروني ولا سوقي ودك واحد من داسري عادي هي اينو كوسو نوقدا هذا ما سنت ولا اديق ما عاد سليمان حتول لها سليمان هي كورن جوغي يا حافظ اسلي الحمد لله وها شيغنا بين ايه وها فنانين لي وسدا ودعه وا كلا وها كلا دوغان واي ايه مركا الحمد لله بناس و فعيا وافر رساكه ايه الحمد لله سفي عم بايكو دعه درشدي ما حد الله اسكلي وا سفي عم بن الله وما ادري لنا بزاف نكا الى جوغا سغنا كورن ساكه سيت كو بريستين سانك جوغو اد بو فعيا هي ادكو فرحسي هي في إسلي هذا أنا هاي ساكن الباب هذا والله فرق بسنس كوافري هاي كل الحمد لله بالله أنا هاي ملها كبيرة هي ملها صحوة كتير لكن أنا وعد بوفي على إسلي أد والله ما سنتها وعبد الساق حاج عطوش وإنت قصة ورمي حافظة إسلي جارهان حرمت جناح سيجا سومالي